ومن حدثك أن محمدا كتم. كتم يعني شنو؟ كتم يعني دس شيء من الشريعة ما بلغوا للأمة. من حدثك أن محمدا كتم فقد أعظم على الله الفرية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء من الشريعة ولا كيف يا أخوانا؟ في حاجة من الشريعة ما بلغ لنا؟ بعد لو سألت الصوفي تقول له أنت صلاة الفاتح دي جبتها من وين؟ أنا في السنة ما لاقتني، جبتها من وين؟ يقول لك أيوه دي أحمد التجاني الدالي والنبي. أيوه يعني النبي لما مات ما قال، بس أنا درس للمعلومة دي، النبي لما مات صلاة الفاتح دي ما قالها صح؟ يقول لك أي أي ما قالها. طيب السيدة عائشة قالت لك من حدثك أن محمدا كتم فقد أعظم على الله الفرية. النبي كتم حاجة من الشريعة؟ أرجع لآية سورة المائدة، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت لو جيت قلت لي في حاجة من الدين النبي ما بلغ لحد ما مات، ها وجا جاب لأحمد تجاني بالورا، بقول لك يلزم من الكلام ده إنك أنت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم الشريعة، كويس؟ طيب نرجع للموضوع، آخر كلمة قالتها، قالت من حدثك أن محمدا يعلم الغيب، يعلم الغيب فقد كذب. ليه؟ استدلت السيدة عائشة بشنو؟ قالت لأنه يقول لا يعلم الغيب إلا الله. الكلمة دي قالها منو؟ دي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب إلا الله. يا صوفي تعلم الغيب أنت؟ أنت تعلم الغيب؟ تعال أقول لك شيء، أنا بديك آخر كلمة دار أقولك، بمللك يدي دي حصحاص من الواطدة ولا بصاص بتاع التمر ده، التمر راقد ما شاء الله، شايف ده بتاع البلح، أنا بملى يدي دي وبتحدى أي صوفي، تعال أعرف ليه في يدي دي كم؟ تعال جيب حامد، مش قال يعلم الغيب الأولياء يعلم الغيب؟ تعال بمللك يدي من هنا ده وأعرف ليه كم؟ يا كذاب يا مفتري، ده بيان بالعمل، تعال ساكر، تعال من هنا ده مملكة الوطني كذاب. تعرف شنو أسد الدكان داك فيه شنو؟ تعال يا صوفي الدكان داك فيه كم، فيه كم صنف، فيه في في عدس هناك ولا ما في الدكان داك؟ ها مدمس عنده ولا ما عنده؟ ها المكادة فيه ولا كمل من الدكان هناك داك؟ لا انت بتلعب، تلعب بالشريعة، تعلم غيب كيف يا أخي؟ رسول ما يعلم الغيب. إذا ده خلاصة أنا ردد على شوفها واحدة، استمرارا من كلام اخونا الشيخ نبيل، واخلي الشيخ مزمن ان شاء الله يرد على بقيه الشبه الوارده. تفضل الشيخ. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.